السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل في الفقرة الأخيرة والرابعة من فقرات هذا البرنامج الذي يندرج تحت عنوان الشباب والعيد. في هذه الفقرة فقرة استثنائية، فقرة الأصوات الندية، معنا صغار في السن ليسوا شباب ولكنهم كبار في المقام والعلم، أحضرناهم معنا في برنامج الشباب والعيد لتميزهم لعذوبة أصواتهم في القرآن الكريم وفي الأناشيد الإسلامية. أول نموذج معنا أخي الحبيب محمد ناصر مغاوري. أهلا وسهلا شيخ محمد. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. النموذج الثاني أخي الحبيب الشيخ عمر جمال. أهلا وسهلا شيخ عمر، مرحبا بك، كل عام وأنتم بخير. الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بإذن الله تبارك وتعالى خلال هذه الفقرة الأخيرة هنستمتع بالأناشيد والآيات القرآنية التي تتحدث عن العيد وعن انقضاء وذهاب رمضان من أحبابنا الشيخ محمد ناصر والشيخ عمر جمال بإذن الله تبارك وتعالى. دعونا نبدأ مع هذا أول نشيد محضرهن معنا أخونا الحبيب محمد ناصر مغوري. طل العيد طل العيد هل هلاله فجر جديد. طل العيد طل العيد هل هلاله فجر جديد، إن عاد عليكم بالخير الله يبارك الله يزيد. طل العيد طل العيد هل هلاله فجر جديد، إن عاد عليكم بالخير الله يبارك الله يزيد. العيد العيد أهلي وأصحابي، العيد العيد فرحة أحبابي، العيد العيد أهلي وأصحابي، العيد العيد فرحة أحبابي. تكمل فرحتنا بوحدة أمتنا، محلى لمتنا لمتنا. طل العيد طل العيد هل هلاله فجر جديد، إن عاد عليكم بالخير الله يبارك الله يزيد. جانا وجانا بيوم جديد، جانا وجانا نهار سعيد. نزرع أشواق وحنين ونفرح كل مسكين، ونفضل متحبين متحبين متحبين. طل العيد طل العيد هل هلاله فجر جديد، إن عاد عليكم بالخير الله يبارك الله يزيد. مبروك مبروك نلنا الرضوان، مبروك مبروك نلنا الغفران، مبروك مبروك نلنا الرضوان، مبروك مبروك نلنا الغفران. حققنا الغاية وأرضينا الباري، والفرحة جاي جاي جاي. طل العيد طل العيد هل هلاله فجر جديد، إن عاد عليكم بالخير الله يبارك الله يزيد. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد. هابي عيد هابي عيد هابي عيد هابي عيد. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد. أحسنت، بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. يعني فعلا محتاجين يا شباب الأمة، ونحن في برنامج الشباب والعيد محتاجين نتذكر قول الله سبحانه وتعالى ونكون كما كان الصحابة، وكما قال المولى سبحانه وتعالى عن الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تعالوا نستمع إلى هذه الآيات من حبيبنا الشيخ عمر جمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. أحسنت، بارك الله فيك. احنا فعلا محتاجين نكون كما كان الصحابة وكما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اسأل نفسك سؤال، هل أنت ممن يعظمون الله سبحانه وتعالى ويوقرونه حق التوقير؟ هل أنت ممن يواظبون على الصلوات الخمس في جماعة؟ هل أنت ممن قال عنهم المولى سبحانه كما استمعنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ هل أنت ممن يحملون هم هذا الدين؟ أم أنت نفسك هم على الدين؟ اسأل نفسك هذا السؤال. إذا كنت فعلا تدعي محبة الله سبحانه وتعالى وتقول أنت تحب الله، فإذا كان لكل قوم دليل فهات وقدم الدليل على حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انقضت أيام الخير والبركات وذهبت أيام الخير والبركات، والإنسان لا يدري يا ترى هل سيبلغنا الله سبحانه وتعالى رمضان في العام القادم أم لا. كم من أناس عرفناهم كانوا معنا في العام الماضي أدركوا رمضان، ولكن أين هم الآن في أيام العيد؟ هم الآن من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغك عيد الفطر المبارك، واحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغك شهر رمضان. والله الواحد رغم فرحه بقدوم العيد إلا أنه حزين حزين كل الحزن لذهاب وانقضاء رمضان. رمضان سيبنا ورايح على فين؟ رمضان سايبنا ورايح فين؟ ده شهر واحد مش شهرين. يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين. رمضان سايبنا ورايح فين؟ ده شهر واحد مش شهرين. يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين. رمضان ما تستنى شوية يا نور اللي أيامنا الجاية. لو كنت عايز تفارينا ادعيلها نتقابل بعدين. رمضان سايبنا ورايح فين؟ ده شهر واحد مش شهرين. يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين. جمعتنا في أحلى مساجد، واحد راكع واحد ساجد. ساعة الفطر ندعي المولى، سحرنا يالله يا عم حسين. رمضان سايبنا ورايح فين؟ ده شهر واحد مش شهرين. يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين. فعلا رمضان سيبنا ورايح عافين، ده شهر واحد مش شهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. طيب شيخ محمد، يمكن نحن في برنامج الشباب والعيد، في مثلا من الشباب انت تلتقيه بأي شاب مثلا من شباب الدعاء الذين نحسبه على خير ونزكيه مع الله، وكان له أثر مثلا في حياتك، أثر في شخصيتك، أثر في حياتك، غير من مجرى حياتك للأفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قابلت بعض الشباب أحسبهم على خير وربنا يجمعني بيهم في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله، كان لهم أثر كبير جدا في حياتي. فمنهم اتعلمت، يعني كان هم يعتبر زي قدوة ليا، وتعلمت منهم معنى التضحية والفداء والعطاء. وتحب بس أقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وأحب أعيد عليهم وهم كنت عايز أن أذكر أسمائهم هنا في البرنامج. إبراهيم فتحي، أستاذ أحمد إبراهيم، صلاح أبو حميدة، ومحمد رضا، وعبد الله أبو سيد. كل دول بفضل الله كان لهم أثر في حياتك. نعم ما شاء الله كتير. طيب شيخ عمر، كمان يعني ونحن في أيام العيد تحب توجه لمين التهنئة؟ تقول لمين كل عام أنتم بخير كل سنة وأنتم طيب؟ لكل أمة إسلامية وللعامين والقائمين على قناة الرحمة. ولك أنت شكر خاص يا شيخ محمود، ربنا يبارك فيك، ولجميع الأمة الإسلامية التهنئة الخاصة، وكل عام وأنتم بخير.
وانت والله اقرب ولا تعتقدهم، واكيد طبعا من نفس الوالد والوالده كل عام وهم بخير وجميع الامه الاسلاميه بخير. طيب، ونحن في يعني عيد الفطر يا شيخ عمر دائما نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه علينا التي لا تعد ولا تحصى، ونقول شكرا يا رباه، نسمع نشيد شكرا يا رباه. نور في الظلمات أنشي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا ربا شكرا يا ربا، يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح، هو نبراس حياة يرشدنا بهدى، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا ربا شكرا يا ربا، يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها أثر الطهر يفوح، هيا يا من تاه فالقرآن نجاه، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق قلبي بالقرآن، فشكرا يا ربا شكرا يا ربا، اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن لكل لدرجات في الجنات طموح، رايتنا الرحمن نتطلع لرضاه، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا. أحسنت، شكرا يا ربا. هذه الأيام أيام العيد تثبت فعلا يعني حبنا لله سبحانه وتعالى، وتثبت حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الأيام لا ننسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسولنا وهو قدوتنا. يا رسول الله وقدوتنا، يا رسول يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا، يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا، يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا، وندق حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا، يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان، بالعفة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا، برسول الله يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا، يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا، يا رسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله،
شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله وقلوب 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 أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدت ترسى سيفا رمحا سهما قوسا لرسول الله يا غرب اعتبروا بماضينا كم دسنا رؤوس أعادينا وسنمضي اليوم كما ضينا برسول الله برسول الله يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله حسنت بارك الله فيك يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنظل نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حيينا سنظل نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق في حياتنا سنظل نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقى ربنا سبحانه وجل في علاه فهو طب قلوبنا وهو نور أبصارنا وهو الرجل الذي ما عرفت ولن تعرف الأرض أبهى ولا أجمل منه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الحلقة وانتهت هذه الفقرة على وجه السرعة كان هناك أنشيد عديدة كنا نتمنى نستمتع بها من أخينا الحبيب محمد ناصر أو الشيخ عمر ولكن دهمنا الوقت وانتهى بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا أملك في نهاية هذه الفقرة إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأخي الحبيب الشيخ محمد ناصر المغوري جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم كذلك الشكر لأخي الحبيب عمر جمال جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وكل عام أنتم بخير وكل عام والأمة الإسلامية بخير وجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية بخير ومن بينهم فضيلة الدكتور محمد حسان والأستاذ محمود حسان والأستاذ حسن حسان ومخرجنا المتميز والمميز أستاذ محمد البطريق وجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.